نشرة إخبارية جديدة، فأهلا بكم والبداية بالعناوين. الميليشيات الحوثية تشن هجوما عسكريا واسع النطاق على تعز، واللجنة العسكرية والحكومية تعلق مشاركتها في اجتماعات عمان. كاميرا الغد المشرق ترصد آراء المواطنين ومدى ارتياحهم من تأمين عملية سهام الشرق لمحافظة أبين. ومن جديد، ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة نقص الوقود وتزعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة. زار رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. واستقبل العليمي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن مطلق بن سالم الإزيمع، واطلع على العمليات المشتركة وآلية التنسيق مع الداخل اليمني ودول تحالف دعم الشرعية وتعزيز التعاون والدعم للقوات المسلحة اليمنية. وكما تم بحث مسار الهدنة القائمة وخروقات ميليشيات الحوثي والتزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس حرصا على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام. أفاد مصدر عسكري باندلاع مواجهة عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية عند البوابة الغربية لمدينة تعز، حيث كانت تسعى الأخيرة إلى إطباق الحصار على المدينة، مشيرا إلى مقتل وجرح العشرات من الجانبين خلال هذه المعارك. لا هدنة ولا هدوء هنا في محافظة تعز. لم تلمس آثار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة رغم ذكر اسم المدينة في أحد بنودها. عادت المعارك إلى أشدها من جديد بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإنقلابية. جبهة الضباب الواقعة عند البوابة الغربية للمدينة كانت ميدان المعركة الأعنف بين الجانبين. شنت الميليشيات الحوثية هجوما واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في تباب الكربة والذئاب والمضيض في منطقة ميلات بمديرية جبل حبشي. عقبته معارك دارت رحاها أكثر من 10 ساعات واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تقول القوات الحكومية إنها صدت أعنف هجوم للميليشيات الحوثية صوب منطقة الضباب. بحسب مصادر هذه القوات، سعت الميليشيات الحوثية إلى إطباق الحصار على مدينة تعز والسيطرة على البوابة الغربية المؤدية إلى العاصمة عدن عبر طريق وعر، لكن وحدات القوات الحكومية هناك تمكنت من صد الهجوم. المعارك هذه أدت إلى مقتل أكثر من 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي وإصابة 30 آخرين، بينما قتل أكثر من 10 من أفراد القوات الحكومية وجرح آخرون. الحكومة اليمنية قالت إنها تنظر إلى الهجوم الحوثي كمحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية وإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ 7 سنوات. وتعهدت الحكومة بعدم السماح للميليشيات الحوثية في استغلال الهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين، محملة الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. بينما أعلنت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان تعليق المشاركة في الاجتماعات حتى إشعار آخر. اللجنة قالت إن هذا التعليق يأتي نتيجة قيام الميليشيات الحوثية بشن هجوم عسكري في محافظة تعز يستهدف إغلاق آخر شريان للمدينة، وفي ظل استمرار الخروقات اليومية للهدنة، داعية المبعوث الأممي إلى أن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي وتملصه من التزاماته بالهدنة الإنسانية. هذا ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية ميليشيات الحوثي إلى فتح الطرق الحيوية في تعز على الفور، وذلك لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة. يسارع المواطنون على مدار سنوات انقلاب الميليشيات الحوثية شكل المغاير من الموت
من خلال الطرق الوعرة والتكسيرات التي شلت الحياة وخلفت العديد من المآسي. ورغم كل ذلك، لا يزال التعنت والرفض من قبل الميليشيات قائم لفتح هذه الطرق، حيث أبقت من خلاله السكان في عزلة شبه تامة ل7 سنوات. الأمر الذي دفع 16 منظمة دولية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش إصدار بيان مشترك تطالب فيه الميليشيات وتندد بضرورة فتح الطرق الحيوية في تعز وحولها على الفور وإعادة حرية التنقل لجميع المدنيين لمنع مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة في تعز. بيان المنظمات الدولية أشار إلى أن هذا التعنت من قبل الميليشيات أعاق تدفق السلع الأساسية والأدوية ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة، وجاء في نص البيان بأنه يجب على الحوثيين ضمان مغادرة جميع المدنيين بأمان من أي منطقة معرضة لخطر محتمل، وأن تكون أي قيود على حرية التنقل مؤقتة فقط ولأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية الملحة نظرا إلى الهدنة المستمرة. وكما شددت المنظمات على الميليشيات بضمان حرية التنقل الآمن لجميع العاملين في المجال الإنساني وتسهيل إيصال الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد والخدمات الأساسية إلى المدنيين في المدينة وجميع أنحاء المحافظة. وحث البيان ميليشيات الحوثي على ضمان الوصول المستدام والآمن لجميع المدنيين اليمنيين على الفور عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز. ومنها جدير بالذكر بأنه منذ سريان الهدنة في أبريل الماضي عرقلت ميليشيا الحوثي المساعي الأممية والدولية لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ورفضت الميليشيات مقترحات المبعوث الأممي خلال جولة المشاورات التي عقدت برعايته في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة الماضية. إلى محافظة أبين، تواصل قوات الحزام الأمني محاربة التنظيمات الإرهابية ومداهمة أوكارها، حيث تمكنت قوات الحزام الأمني في دلتا أبين من مداهمة وكر للتنظيم الإرهابي بالقرب من منطقة قرن الكلاسي، وحصلت على أدوات تفجير وأحزمة وعبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار. وتشارك قوات الحزام الأمني ضمن قوات عملية سهام الشرق لتحرير كامل تراب أبين من تواجد تنظيم القاعدة والعناصر الإرهابية. هذا وتستمر عمليات حملة سهام الشرق الأمنية لتأمين مديريات محافظة أبين، وذلك بالتنسيق مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. كاميرا الغد المشرق رصدت آراء المواطنين حول الحملة ومدى تأثيرها الإيجابي في تأمين المحافظة. الخطوة الجبارة التي قامت بها القيادات العسكرية والأمنية هي خطوة تاريخية مهمة ومتميزة في حياة شعبنا الجنوبي، ولأننا لأول مرة فعلا نؤكد أن التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي هو مبدأ رئيسي في حياتنا وفي نضالاتنا وفي نضالات ثورة شعب الجنوب التحررية. لذلك نحن نشعر بفخر واعتزاز أن قياداتنا العسكرية والأمنية وصلت إلى هذا المستوى. هكذا عبر أبناء محافظة أبين عن ترحيبهم وارتياحهم لحملة سهام الشرق الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة في مديريات شرق أبين، وذلك لتأمينها من خطر انتشار الجماعات الإرهابية وميليشيات الحوثي الإيرانية وقطاع الطرق. الكل يرحب بهذا، ونشكر القيادة العسكرية بقيادة عبد اللطيف السيد ومختار النوبي وابو مشعل وقيادة أبين كامل على هذا العمل الجبار الذي يخدم التصالح والتسامح في أبين، ونحن أبناء أبين نؤيد هذه الخطوة كمواطنين، ونتمنى لأخواننا اللي عادوا في اللي ما ذا عليهم أن يعود الفرصة، لأن الجنوب يتسعد جميع ونحن معهم وإلى جانبهم وبقيادة الرئيس عيدروس زغيري. يجب أن نوحد صفنا، نوحد كلمتنا، نضع يعني نظرة بعيدة كيف أن نعمل من أجل الأجيال. أبين ولادة للرجال، أبين ولادة للزعماء، أبين ولادة للشعراء، أبين ولادة للمثقفين، أبين أيضا اليوم أشاهدها ترتفع فوق جراحاتها ليغرد طيور
أبين مع بقية طيور الجنوب. وانطلاقا من مبدأ التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب، شددت القيادات السياسية بأبين على أهمية رص الصفوف وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية ودعمها لحفظ الأمن والسكينة ونبذ الخلافات الجانبية. نحن هنا في محافظة أبين وفي قيادة المجلس الانتقالي نشعر بالارتياح لما تم إنجازه، ونفخر كثيرا بعودة أخواننا من القيادات العسكرية والأمنية المتواجدين اللي كانوا في شغورة سابقا، وهم أخوة لنا، ويعتبر هذا إنجاز ومنتصر فيه الوطن. وأبين ستكون في المقدمة في الاصطفاف الجنوبي، وأبين دائما يعني تحقق الانتصارات وهي السباقة في أن تكون لها يعني الأسبقية في مثل هذه الخطوات الجريئة. رسالة أبين هي رسالة السلام، ورسالة أبين هي الانطلاق نحو بناء هذه المحافظة والوطن بكاملة. نبارك هذه الخطوة ونؤكد وقوفنا إلى جانب هذه القوة الجنوبية التي التحمت وطبعا وضعت حدا لكل الأحزاب، لكل أهداف الأحزاب اليمنية التي كانت تسعى إلى خلق الفتنة والقتال بين أبناء الجنوب الواحد. وبهذه الخطوة يؤكد أبناء محافظة أبين جميعا رجالا ونساء ومواطنين وقيادات عسكرية وأكاديمية، يؤكد بأن محافظة أبين لا يمكن أن تكون إلا جنوبية جنوبية. حملة سهام الشرق التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزويدي لاقت تفاعلا كبيرا في أبين واستقبال شعبي في كل المناطق التي وصلت إليها وتم تأمينها. ارتياح شعبي في محافظة أبين من آخر التطورات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال توحيد الجهود وتثبيت مبدأ التصالح والتسامح الذي قامت به القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، التقى العميد علي أحمد الجبواني. أطلع الزبيدي على مستجدات الأوضاع في محافظة شبوة وجهود قيادة المجلس الانتقالي والسلطة المحلية في شبوة لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار، وأشاد الزبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي في شبوة جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالشيخ عوض بن الوزير العولقي ومشايخ وجهاء شبوة وأبطال القوات المسلحة الجنوبية وأبناء المحافظة كافة. أعلن برنامج الأغذية العالمي مغادرة سفينة تابعة له من ميناء يوزني الأوكراني على البحر الأسود محملة بحبوب القمح المخصصة لعمليات الاستجابة الإنسانية التي ينفذها البرنامج في اليمن. وأوضح البرنامج أن هذه ثاني شحنة بحرية من المساعدات الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي تغادر أوكرانيا منذ اندلاع النزاع في شهر فبراير الماضي. وتحمل السفينة 37 ألف طن متري من حبوب القمح، وستوفر الحبوب 50 كيلوغراما من دقيق القمح لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد، وستساعد برنامج الأغذية العالمي على سد الفجوات العاجلة في المساعدات. لوحت ميليشيات الحوثي بافتعال أزمة جديدة في المحروقات بمناطق سيطرتها تحت مزاعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة، وذلك بالرغم من اعتراف شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بدخول 33 سفينة نفطية خلال أشهر الهدنة إلى مناطق سيطرتها. عقب افتعالها أزمة في غاز الطهي قبل أيام في مناطق سيطرتها، لوحت ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة جديدة في المحروقات تحت مزاعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة. التلويح جاء عبر وسائل إعلام الانقلاب وعلى لسان المدعو عصام المتوكل المعين كمتحدث باسم شركة النفط في صنعاء، مبررا ذلك بمزاعم عدم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، علما باعترافه قبل أيام بدخول 33 سفينة نفطية خلال أشهر الهدنة إلى مناطق سيطرتهم. من جهته اعتمد المدعو حسين العزي المشرف على خارجية حكومة الانقلاب مبررات المتوكل بتعليق مشاركة جماعته في المفاوضات مع الحكومة الشرعية التي ترعاها الأمم المتحدة في الأردن.
في سياق متصل، كشفت مصادر نقابية بشركة النفط في صنعاء عن مخطط جديد تعتزم قيادات في الميليشيات تنفيذه في الأيام المقبلة بالتعاون مع تجار نفط موالين لهم، ويهدف إلى زيادة معاناة اليمنيين. وتوقعت المصادر أن يبدأ المخطط أولا بافتعال أزمة وقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم قد تستمر لفترة محدودة، ثم ينتهي برفع أسعارها، مشيرة إلى مواصلة الميليشيات عقد سلسلة من الاجتماعات في صنعاء متعلقة بذات الموضوع. الميليشيات ولغرض تمرير المخطط أجبرت مصلين وحسب المصادر في عدد من مساجد صنعاء ومناطق سيطرتها على إقامة سلسلة وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة الماضية لإفساح الطريق أمامها لاستكمال تنفيذ ذلك المخطط. وجاءت الترتيبات لفرض جرعة سعرية جديدة متزامنة مع اتهامات وجهها مؤخرا أحد تقرير اقتصادي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بمواصلة استغلال الانقلاب المواطنين في مدن سيطرتهم بأسعار الوقود المرتفعة، ثم إلقاء اللائم على التحالف العربي. فيما كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ قد قال في وقت سابق أن تلاعب ميليشيات الحوثي بأسعار المحروقات يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. أهلا بكم من جديد. وضع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي حجر الأساس لمشروع الصالة الكبرى متعددة الأغراض بكلية الطب جامعة حضرموت والممول من دولة الإمارات، وذلك ضمن سلسلة الدعم المتواصل للأشقاء لجامعة حضرموت. عطاءات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تتوالى. محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وضع حجر الأساس لمشروع الصالة الكبرى متعددة الأغراض بكلية الطب جامعة حضرموت بتمويل من دولة الإمارات. هذه القاعة متعددة الأغراض لتضيف إلى تاريخ هذه الجامعة إرث على تاريخها العريق، وأيضا لتضيف أرث أيضا للداعمين وهي دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تبخل بما هو أغلى وأنفس من هذا الدعم. هذا المشروع تبلغ مساحته 800 متر مربع بالإضافة إلى مكاتب إدارية وملحقاتها ضمن سلسلة الدعم المتواصل للأشقاء في الإمارات لجامعة حضرموت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. شكري لدولة الإمارات العربية الشقيقة ليس على هذا الإنجاز فقط، على كل ما تقدمه للتنمية وإعمار اليمن بشكل عام ووقوفها مع الشعب اليمني في هذه المحنة. شكري لعمادة كلية الطب على جهودها المبذولة من أجل تطوير هذه الكلية بدءا من هذه القاعة، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة نشوف إنجازات أكبر وأكبر. المحافظ بن ماضي طاف بأرجاء كليتي الطب والهندسة واطلع على سير الامتحانات في الكليتين، كما وضع حجر الأساس لمشروع البئر الارتوازي لمجمع الكليات في منطقة فلوك. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الميليشيات الحوثية تشن هجوما عسكريا واسع النطاق على تعز، واللجنة العسكرية الحكومية تعلق مشاركتها في اجتماعات عمان. كاميرا الغد المشرق ترصد آراء المواطنين ومدى ارتياحهم من تأمين عملية سهام الشرق لمحافظة أبين. ومن جديد، ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة نقص الوقود وتزعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي، والمزيد من الأخبار تابع منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.